أي في سؤال آخر، هناك من يرى ألا تنشر أخبار الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب عدم نشر الإساءة، فما رأيكم؟ إذا كان القصد من نشرها الرد عليها وإبطالها فلا بد من هذا، أما إذا كان تنشر ولا يرد عليها فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من نشرها، وإنما في ذلك الضرر، لأن ربما يغتر بها بعض العامة وبعض الجهال ويصدقونها. نعم.